يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علمنا أو تعلمنا من دراستنا عليكم ودراستنا في المذهب التفصيل في إفطار الحامل والمرضع من جهة القضاء والكفارة من جهة خوفهما على أنفسهما أو على ولديهما فقط، لكن بعض المشايخ يقول إن فتاوى الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إنما هي على وجوب الكفارة فقط، وأنه لا مخالف لهما من الصحابة، وأن هذا هو الذي يتمشى مع أصول الإمام أحمد، فما التفصيل؟ هذا كلامه وهذا رأيه، لكن ورد عن الصحابة أيضا أنهم إذا كان خوف المرأة على الطفل فقط لا على نفسها فإنها تقضي وتكفر، أما إذا كان خوفها على نفسها إنها يكفي القضاء. هذا الذي عليه المذهب، وهو الذي فيه بعض الفتاوى من الصحابة أيضا. وهل ألم وأحاط بفتاوى الصحابة وعرفها حتى ينكر ما لم يعلمه؟ نعم.